tadi itu berhenti pada hadis nomor 3965. Dan kita masih bincang tentangnya. Berbicara terhenti sepakat nota pada nota 58 dan pada huruf tebal di bawah 6 baris dari bawah sejelah muka surat 45. Jadi muka surat 45, 32 itu silap. InsyaAllah kita baca sekali lagi hadis untuk mendapat barakah pada muka surat 43 ataupun yang tersalah ke muka surat 30, iaitu hadis 3965. وبه قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد فيهم أنزل هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة ابن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذا الخصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن الحارث والشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ربيعة وهو مولى لبني سدوس قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية هذا خصمان اختصموا في ربهم. وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الوقت الستة يوم بدر نحوه. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذا الخصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وبه قال حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق سأل رجل البراء وأنا أسمع قال أشهد علي بدرا قال بارز وظاهر. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن قال كاتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل أبيه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية. وبه قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ
والنجم فسجد بها وسجد من معه غير أن شيخا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا منه.